نشيد بهذه التظاهرة من أجل الوطن الحبيب، وعدة مرات احنا وصلنا هاي الرسالة للحكومة وقلنا لهم نحن نريد وطن وطن وطن، لا بعد الوطن لا مطالب ولا طلبات. بدأ يساند هذه المتظاهرين والمحتجين للدفاع عن حقوقهم. اليوم محدنا حقوقنا، استقالة الحكومة، تغيير الانتخابات، تغيير قانون المفوضية، تعديل الدستور أنه يبنى على أساس بناء الشعب الواحد لا على أساس المحاصصة، ونحن مستمرون بمظاهراتنا واحتصاماتنا لتحقيق مطالب حقوقنا المسلوبة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العراق. وقفة مشرفة. نعم احنا من كفي ولا نوفي تجاه هذا الجيل، الجيل الذهبي، جيل الأبطال، جيل الثورة، الإصباح، شرفوا الوطن ورفعت راس. اليوم غياب الدعم للحكومة للقطاع الخاص، حقيقة القطاع الخاص يعاني من معاناة. هنالك أكثر من 6000 معمل متوقف في القطاع الخاص، وأكثر من 600 معمل اليوم حكومي، بلد الحدود مفتوحة. كل هذه هي سببها مخلفات الحكومات السابقة، الحكومة الحالية والحكومات السابقة. تغيير النظام الحاكم شيء لا قلق. بالنسبة لنا الطبقة العمالية نطالب تعديل قانون العمال وشمول القطاع الخاص بتقاعد الموحد العام. ألف تحية وأجلال وأكرام الاتحاد العام لنقابة العمال. ألف تحية.